ست البيت ومشاكل ست البيت اللي بتقابلها. يعني ممكن لما الشتاء يخلص ست البيت بتلاقي مشكلة كبيرة في تخزين الملابس، ست البيت لو مسافرة بتلاقي مشكلة كبيرة انها تحط كل اللبس اللي هي عايزاه في الشنطة ما بتقضيش، ست البيت لما بتيجي تخرج اللبس اللي خزنته بتلاقي فيه تراب، بتلاقي ريحته مش تمام. طيب بنوفر النهاردة منتج اللي هو اكياس تخزين الملابس. الاكياس دي بلاستيكية بخزن فيها اللبس، ممكن احط فيها اللبس في شنطة السفر بعد ما تتضغط. فكده بعد ما بتتضغط بتوفر مساحة كبيرة، يعني ممكن اخزن فيها بطانية بلاقي مكانها كبير في الدولاب مثلا، اخزن الحاف بلاقي مقاسه كبير او واخد مساحة كبيرة في الدولاب. لا، انا كل اللي بعمله بفرد الكيس، بحط اللي انا عاوز اخزنه لبس ملاقي الحاف بطانية زي ما قلنا ايا كان، وبقفله وبسحب الهواء اللي موجود فيه بالمكنسة. المكنسة بتشفط، فانا بحطه في مكان كده متحدد في الكيس، بحط فيه الخرطوم بتاع المكنسة فبيشدلي الهواء اللي موجود فيها فبتضغط تماما، ما تاخدش حيز. لو انا هخزن بطانية ما تاخدش حيز من المكان في الدولاب مثلا. كمان لو انا مثلا هسافر اللبس بتاعي اللي انا هحطه في الشنطة ما ياخدش مكان كبير، وكمان ممكن احط له بيرفن لما اجي اطلعه مثلا السنة اللي بعدها ما تكونش ريحته مش كويسة، لا انا كده حافظت عليه وكمان بقى ريحته تمام لما اجي اخرجه ما يكونش فيه تراب طبعا، لان انا يعني كيس مقفول تماما مش هيدخله تراب لما انا اجي استخدمه بعد كده. اكياس الملابس كمان يعني كده حلت مشاكل كتير، حلت مشاكل كتير ممكن تقابل ست البيت ان هي تخزن اللبس بتاعها، من ضمنها زي ما قلنا ان ما يكونش فيه تراب، ان ريحتها تطلع كويسه، ان ما تاخدش حيز كبير من المكان. كل ده بيحصل من خلال اكياس تخزين الملابس. لو في حاجه بقى، انا خلصت كده، لو في حاجه مش واضحه في اكياس تخزين الملابس ممكن السؤال ده يتساب للتعليق. كمان اللي حابب يعرف السعر موجود في الوصف، واللي حابب يطلب بالاكياس نزل بعرض مميز على فكره، بيتصل بينا على 011-24-24-3700 او 010-24-119-119، ولو كان من خارج مصر بيكون 002-011-54-37-66-96. وبنلاقي كمان ان احنا ممكن نتراسل على الواتس على نفس الرقم ده، وتشوفوني في منتج جديد يريح ست البيت برضه. مع السلامة.